بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض يا شباب كلامنا عن برنولي ايكويشن، وقلنا ان انا برنولي ايكويشن دي هي واحدة من تو governing ايكويشنز بستخدمهم في حالة ان انا يكون عندي fluid flow. قلنا هما التو ايكويشنز اللي عندي في الحالة دي، الاولانية اللي هي الماس بالانس ايكويشن او الكونتينيوتي ايكويشن، اللي كانت بتقولي ان الماس فلو ريت اللي داخل اي سكشن للبايب لاين ماينس الماس فلو ريتس اللي خارجة من البايب لاين دوت بيساوي الاكيوميليشن اللي ممكن يحصل. وقلنا ان انا طول ما انا شغالة عندي ستيدي ستيت كونديشنز فالاكيوميليشن ده بيساوي زيرو، يبقى معنى كده ان انا طول الوقت شغالة ان الماس فلو ريتس اللي داخل البايب لاين او اللي داخل السيستم بيساوي الماس فلو ريتس اللي خارجة من البايب لاين ده. بالنسبة للماس فلو ريت نفسه بيساوي ايه؟ قلنا ان هو بيساوي الدنستي في الفوليومتريك فلو ريت، وبعد كده رجعنا قلنا ان الفوليومتريك فلو ريت دوت عبارة عن الاريا في الفيلوستي بتاعة الفلويد اللي ماشي. وبعدين قعدنا بقى نتكلم على اليونتس ازاي نستخدمها. اذا كنت هستخدم مثلا الاس اي يونتس، فانا هحط الماس فلو ريت بالكيلو جرام بير سكند، وهحط الدنسيتي بالكيلو جرام بير متر كيوب، وهحط الفوليومتريك فلو ريت بالمتر كيوب بير سكند، على اعتبار ان انا كنت حاطه الاريا بالمتر سكويرد وحاطه الفيلوستي بالمتر بير سكند. انما لو انا هشتغل مثلا بالبريتش سيستم، فقلنا في الحاله دي هتبقى الماس فلو ريت بالسلج بير سكند، على اعتبار ان الدنسيتي هتبقى سلج بير فوت كيوبد، والفوليومتريك فلو ريت هيبقى فوت كيوبد بير سكند، وهحط الاريا بالفوت سكويرد والفيلوسيتي بالفوت بير سكند. وبعدين قلنا ان انا الكلام دوت بيختلف على حسب انا عندي كومبريسبل ولا ان كومبريسبل فلو. في الكومبريسبل فلو قلنا ان انا مقدرش اهمل الدنسيتي، فهقول ان شكل الايكويشن في حاله الكومبريسبل فلو او الكمبريسبل فلويد بقى بمعنى اصح هتبقى رو 1A1V1 equals رو 2A2V2، ويبقى في الحالة دي الدنستي بتاعة الجاز دوت اللي هو الكمبريسبل فلويد هتعامل معاها على انها ايديال جاز بريشر في موليكولار ويت على RFT. انما لو كان عندي انكمبريسبل فلويد، يعني ايه انكمبريسبل فلويد؟ يعني ليكويد. يبقى في الحالة دي لما اقول رو 1A1V1 equals رو 2A2V2، اقدر بقى بسهولة في حالة الانكمبريسبل ليكويد اقول ان الدنستي بتاعتي ثابتة في الحالتين، وترسي الايكويشن ان A1V1 equals A2V2، ويبقى ده معناه ان كل ما الليكويد هيمشي في اريا اقل هيمشي بسرعة اكبر. ده كده تقريبا كل اللي احنا قلناه في الكونتينيوتي ايكويشن. طيب لما جينا بعد كده ندخل في الايكويشن التانية، قلنا ان انا عندي حاجة اسمها ايلرز ايكويشن. ايلرز ايكويشن دي اللي كانت عبارة عن ايه؟ عن ديفرنشال ايكويشن. الديفرنشال ايكويشن دي قلنا ان انا بعمل لها انتجريشن على حسب الفلويد اللي عندي اذا كان كومبريسبل ولا انكمبريسبل، وقلنا ان الانتجريشن لايلرز ايكويشن في حالة الانكمبريسبل فلويد هي حاجة واحدة بس اللي هي برنولي ايكويشن للانكمبريسبل فلويدز، انما للكمبريسبل فلويدز بتطلع بقى اشكال كتيرة كل فلويد على حسب الريليشن ما بين الدنسيتي والبريشر. انما في حالة الانكمبريسبل فلويدز قلنا الانتجريشن اوف اويلر ايكويشن هو شكل واحد اللي احنا بنسميه برنولي ايكويشن فور انكمبريسبل ليكويدز، اللي بيقول لي ان P1 على جاما بلس Z1 بلس V1 سكويرد اوفر 2G، كنا حطينا بقى عليها ترم تاني اسمه HB اللي هو البامبنج هيد، equals P2 اوفر جاما بلس Z2 بلس V2 سكويرد اوفر 2G بلس HF. ده كان اخر شكل احنا وصلنا له في برنولي ايكويشن. قلنا ان الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا علشان يكون عندي التوتال انرجي عند نقطة واحد اللي هي مجموع البريشر انرجي هيد والبوتنشال انرجي هيد والكينيتيك انرجي هيد، لو هم اقل من مجموعهم عند نقطة اتنين، فيبقى ده معناه ان انا محتاجة احط بامب تضيف لي انرجي لنقطة واحد علشان اقدر اوصل لنقطة اتنين، وفي نفس الوقت اتغلب على الفريكشن لوسز اللي انا هقابلها عقبال ما همشي من نقطة واحد لنقطة اتنين. طيب لما كنا بنعوض في الايكويشن دي كنا بنقول ان كل ترم من الترمز بتاعت الايكويشن دي اليونتس بتاعته هي يونتس بتاعت هيد، يعني اليونتس بتاعت كل ترم من دول كانت يا اما متر يا اما فوت. طب البريشر هيد والبوتنشال هيد والكينيتيك انرجي هيد معانا،
ال اتش بي اللي هي البامبنج هيد كنت بستفيد بيها في ايه؟ كنت بستفيد بيها ان انا احسب بعديها البامب باور او البريك باور. يعني ايه؟ يعني البامب اللي انا محتاجة اشتريها علشان احرك الليكويد من نقطة واحد لنقطة اتنين محتاجة بامب الهورس الباور بتاعها كام هورس باور. فكنت بقول ان البامب باور بتساوي ايه؟ بتساوي الفلويد باور مقسوم على البامب افشنسي. طب والفلويد باور دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي البامبنج هيد اللي انا كنت حسبته من برنولي ايكويشن في الجاما بتاعة الفلويد الليكويد، يعني جاما دي اللي هي ايه؟ السبيسيفيك ويت اللي هو الرو في الجي، في الفوليومتريك فلوريد بتاع الليكويد ده وهو ماشي، على البامبنج هيد. وقلنا بقى على حسب اليونتس اللي عندي، يا اما بتطلع بالوات فبقسمها على 746، يا اما بتطلع بالباوند فورس متر بير سكند فبقسمها على 550. في النهاية انت بتحسبها لي بايه؟ بتحسبها لي بالهورس باور. طيب الترم برضو اللي اتكلمنا عليه في المرحلة دي اللي هو الفريكشن لوسز، وقلنا ان الفريكشن لوسز دي كانت نتيجة ايه؟ نتيجة الفريكشن اللي بيحصل ما بين الليكويد والبايب وولز اللي هو ماشي فيها، لان الليكويد دوت ليه دينستي ما هواش فريكشنلس فلويد، فليه دينستي ليه قصدي فيسكوستي سوري ليه فيسكوستي، فالفيسكوستي دي بتسبب فريكشن ما بينه وما بين البايب وولز، فبيحصل حاجة اسمها فريكشن لوسز. وقلنا ان الفريكشن لوسز دي يا اما هديها لك برقم بالمتر او بالفوت، يا اما بالكتير قوي دلوقتي هقول لك ايه؟ هقول لك ان الفريكشن لوسز دي بتساوي كي في في سكويرد على 2 جي. طب الكي دي انا هديها لك جيفن في المسألة، اقول لك ان الكي بتاعت الفريكشن لوسز مثلا بتساوي 1.2 × 100 تضربها في الفي سكويرد على 2 جي، فانت كده حسبت الترم بتاع الفريكشن لوسز كهيد بالمتر او بالفوت. ده كده احنا اخر حاجة كنا وصلنا لها في برنولي ايكويشن بالموديفيكيشنز بتاعتها. وقلنا ان انا ممكن تكون عندي حالة عكس بقى حالة البامب، ان انا مش عندي ليكويد مش قادر يمشي من نقطة واحد لنقطة اتنين فانا حطيت له بامب تزقه، لا ده انا عندي فلويد عنده طاقة كبيرة عند بوينت واحد ويقدر يوصل لبوينت اتنين ويقدر يأوفركم اللوسز اللي هتحصل وكمان تفضل عنده انرجي، فاحط له بقى توربن واكستراكت الانرجي اللي عنده دي واستفيد بيها. ففي الحالة دي مش هيبقى عندي الناحية دي الترم بتاع ال HB، انما هيبقى عندي في الترم بتاع نقطة اتنين في الطرف يعني بتاع نقطة اتنين ترم جديد اسمه HT اللي هو الهيد اللي انا ممكن اخده من التربن. فده كده كانت two governing equations اللي احنا بنتكلم عليهم في حالة الفلويد فلو، سواء كانت الكونتينيوتي equation او برنولي equation for incompressible fluids بالموديفيكيشنز بتاعتها، ان انا ازود على الايكويشن الفريكشن لوسز او البامبنج هيد او التربن هيد. طيب يفضل لي حالة واحدة بس محتاجة ان انا اتكلم عليها اللي هي الكافيتيشن، وامتى بيحصل وازاي اتجنبه وايه اسبابه. يعني ايه اصلا ان يحصل كافيتيشن؟ كافيتيشن ده يعني الليكويد يحصل له فابورايزيشن يتحول لفيبر، مش عشان انا بسخن يعني ولا حاجة، ما هو البايب لاين انا مش همسكه سخنه، انما ايه اللي بيحصل غالبا؟ اللي بيحصل ان انا البريشر بتاعي بيقل. فاحنا لو نفتكر كده مع بعض الكلام اللي كنا قلناه قبل كده، كنا بنقول ان البريشر لما بيقل على الليكويد ايه اللي بيحصل؟ البويلينج بوينت بتاعته هتقل. طب لما البويلينج بوينت بتاعته تقل يبتدي يتحول ايه؟ من ليكويد لفيبر. يبقى التحول ده بالنسبة لي خلاص بقى سهل، امتى؟ لما اقلل البريشر اللي على الليكويد. فكل ما كان البريشر اللي على الليكويد قليل، كل ما هلاقي ان الليكويد دوت عنده تندنسي اعلى ان هو يتحول لفيبر. طيب هل ده حاجة انا عايزاها تحصل؟ لا خالص، انا مش عايزة ده يحصل نهائي، مش عايزة الكافيتيشن ده يحصل خالص، ولا في بايب ولا في بامب. انا مش عايزة الكافيتيشن ده يحصل في اي نقطة من النقط بتاعت السيستم اللي عندي. يعني انا في كل الاحوال عايزة البريشر يفضل عالي علشان خاطر الليكويد يفضل ليكويد زي ما هو وما يتحولش الفيبر. طب ايه هي النقطة الكريتيكال اللي انا مش عايزة اقل عندها؟ انا بقول ان البريشر لما بيقل ببتدي اخاف ان يحصل كافيتيشن. طب ايه هي المينيمم بريشر اللي انا ما اقدرش اوصل لنقطة تحتيه؟
المينيمم بريشر اللي انا مش عايزه اوصل له علشان ما يبتديش يحصل الكافيتيشن هو الفيبر بريشر بتاع الليكويد اللي قصادي ده. يعني انا ببقى عارفه مين هو الليكويد وعارفه ايه هي الاوبريتنج تمبتشر اللي انا شغاله عندها، فمن جداول بشوف الفيبر بريشر بتاع الليكويد ده عند الاوبريتنج تمبتشر بتساوي كام. نقول مثلا ان انا عندي ليكويد عند الاوبريتنج تمبتشر كان الفيبر بريشر بتاعه مثلا 20 مليمتر ميركري، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الاوبريتنج بريشر اللي انت شغال عنده لازم يفضل طول الوقت اعلى من كام؟ اعلى من 20 مليمتر ميركري. ليه؟ لو بقى 20 هبقى على الحركرك، فاحنا هنا ممكن نقول اكبر من او يساوي، بس يساوي دي على الحركرك قوي يعني. فهنقول ان الاوبريتنج بريشر اللي انا عندها لازم يكون اكبر من او يساوي ال 20 مليمتر ميركري. وطبعا كل ما كان الاوبريتنج بريشر اعلى من ال 20 كل ما ده كان بالنسبه لي احسن، لان انا كده هيبقى معناه ان انا في السيف سايد اكتر وان ما عنديش اي احتماليه ان يحصل كافيتيشن. طب نفرض ان الاوبريتنج بريشر اللي انا بقيت شغاله عنده دلوقتي باقل من 20 مليمتر ميركري، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الليكويد ده هيتحول لفيبر، سواء كان ماشي جوه بايب لاين او داخل جوه بامب هيتحول لفيبر، وهيحصل حاجة اسمها الكافيتيشن. يعني ايه الكافيتيشن؟ يعني يبتدي الليكويد ده يتحول لفيبر ويكون لي جاز بابلز. الجاز بابلز دي لما تكون موجودة في بايب لاين او موجودة في بامب تبتدي تعمل نوكينج، تبتدي تعمل اصوات عالية كأن في حاجة بتخبط جوه، وممكن تبتدي تعمل دامج، ميكانيكال دامج، سواء كان في البايب لاين او في البامب. يبقى انا في كل الاحوال مش عايزه يحصل كافيتيشن، مش عايزه الاوبريتنج بريشر يقل عن الفيبر بريشر. والفيبر بريشر دوت انا بجيبه من جدول على حسب نوع الليكويد والاوبريتنج تمبتشر اللي انا شغاله عندها. فطول الوقت انا عايزه افضل اعلى من مين؟ عايزه افضل اعلى من الفيبر بريشر. طب هو ايه اللي هيخلي البريشر يقل؟ والله انا بقول ان الليكويد عنده كم انرجي؟ عنده بريشر هيد وعنده بوتنشال انرجي هيد وعنده كاينتيك انرجي هيد. ومن برنولي ايكويشن بتقولي ايه؟ بتقولي ان مجموعهم عند نقطه واحد، لو انا شغاله يعني دلوقتي خالص من غير لوسس في الحاله المثاليه، مجموعهم عند نقطه واحد بيساوي مجموعهم عند نقطه اتنين. فتخيل معايا كده مثلا ان انا عندي بايب لاين، والبايب لاين دوت حصل فيه كونتراكشن تمام عند نقطة معينة. نقول مثلا ان انا كنت شغالة عند السكشن الاولاني ودلوقتي انا بقيت شغالة عند سكشن اتنين، والفلو ماشي اهو من سكشن واحد لسكشن اتنين. تخيل معايا كده هما الاتنين عند نفس الاليفيشن، نقطة واحد عندها بريشر هيد، بوتنشال انرجي هيد، كاينتيك انرجي هيد، انا هنا بتكلم على ليكويد طبعا. نقطة اتنين نفس الحكاية، عندها بريشر هيد، بوتنشال انرجي هيد، كاينتيك انرجي هيد. طيب تعالى كده نشوف نقارن ما بين الاتنين. مبدئيا كده لو البايب لاين بتاعي ده هوريزونتال فهيبقى زد واحد بيساوي زد اتنين، فما عنديش فيه مشكلة. شيل البوتنشال انرجي دلوقتي من حساباتك لان هما الاتنين على نفس البوتنشال انرجي لاين. طيب تعالى كده نقارن ما بين السرعة بتاعت نقطة واحد وسرعة نقطة اتنين. احنا قلنا ان اللي ماشي عندي جوه البايب ده ليكويد، طب الاريا بتاعت نقطة واحد اكبر من الاريا بتاعت نقطة اتنين، يبقى ده بالتالي معناه ايه؟ ان السرعة بتاعت نقطة واحد اقل من السرعة بتاعت نقطة اتنين، يبقى ده معناه ان في اتنين اكبر من في واحد. طب اذا في اتنين اكبر من في واحد، الزد هي الزد والمجموع التلاتة دول مع بعض هو مجموع التلاتة دول مع بعض، يبقى ده معناه ايه؟ ان انا لما مشيت من نقطة واحد لنقطة اتنين فالسرعة بتاعتي زادت، بدل ما كنت عند في واحد بقيت عند في اتنين، يبقى ده اكيد جه على حساب حاجة تانية. حاجة تانية اللي هي ايه؟ ان بقى البريشر عند نقطة واحد اعلى من البريشر عند نقطة اتنين. يبقى معنى كده لما انا اتحركت من نقطة واحد لنقطة اتنين ايه اللي حصل؟ السرعة بتاعتي زادت، فبالتالي البريشر بتاعي قل. وهو ده بقى الخوف، الخوف ان لما امشي في بايب لاين الديامتر بتاعه صغير جدا فالكينيتك انرجي بتاعتي تعلى جدا، فالبريشر بتاعي يقل فيوصل لفاليو غصب عني اقل من الفيبر بريشر، فيبتدي يحصل الكافيتيشن.
ودي حالة من ضمن الحالات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. ايه هي؟ ان انت تيجي عند اضيق بوينت في البايب لاين، عند اقل كروس سكشنال اريا، وتشوف الحسابات بتاعتك عاملة ازاي، وتتأكد ان البريشر عند اضيق كروس سكشنال اريا في البايب لاين ستيل اكبر من كام؟ من الفيبر بريشر. يبقى انا لما اكون ماشية في بايب لاين، الخوف ان يحصل كافيتيشن امتى؟ لما يكون عندي نقطة في البايب لاين ده الاريا بتاعتها صغيرة جدا عن بقية البايب لاين، فتبتدي السرعة عندها تزيد جدا، فلما السرعة تزيد هتيجي على حساب مين؟ هتيجي على حساب البريشر. يبقى انا اخلي بالي في اضيق نقطة في البايب لاين ان ما يحصلش فيها كافيتيشن. طب عندي حالة تانية، ايه هي الحالة التانية؟ تخيل معايا ان انا عندي بايب لاين، والبايب لاين ده كان بيمشي لفوق كده، كان عندي تانك، والتانك دوت بطلع منه الووتر ببايب، بنت بايب كده اسمها سايفون. سايفون يعني ايه؟ يعني بايب على شكل حرف يو كده بس مقلوب، وببتدي اسحب بيها الليكويد من هنا وامشيها وانزلها من هنا. طيب تخيل معايا كده، لو انا ماشية من نقطة واحد اللي على السيرفس لحد نقطة اتنين، من نقطة واحد لنقطة اتنين هو انا كان عندي ايه؟ او حتى لو بلاش نقطة واحد، لو حتى مش عايزين نخلي نقطة واحد هنا، لو عايزين نخلي نقطة واحد هنا اللي هي اول نقطة في البايب لاين، لما مشيت من نقطة واحد لنقطة اتنين، فكر معايا كده حصل ايه؟ مبدئيا من نقطة واحد لنقطة اتنين ايه اللي حصل؟ لو انا قلت ان انا عندي constant diameter pipe، فنقطة واحد الديامتر بتاعها قد نقطة اتنين، يبقى ده معناه ايه؟ ما هنا لو ليكويد وماشي في نفس الكروس سيكشنال اريا، يبقى ده معناه ان في واحد بتساوي في اتنين، يبقى الكينيتك انرجي هيد بتاعي ثابت. طب ايه اللي حصل من نقطة واحد لنقطة اتنين؟ ان زد اتنين بقت اعلى من زد واحد، البوتنشال انرجي بتاعتي زادت. طب لما البوتنشال انرجي بتاعتي تزيد والسرعة ثابتة، هاجي على حساب مين؟ هلاقي ان البريشر بتاع نقطة اتنين بقى اقل من البريشر بتاع نقطة واحد. يبقى معنى كده انا خوفي دلوقتي بقى ايه؟ ان النقطة اعلى زد في السيستم بتاعي يحصل فيها كافيتيشن. ليه؟ طول ما انا ماشية من نقطة واحد لنقطة اتنين كان اللي بيحصل ان البوتنشال عمال يزيد في مقابل ان البريشر عمال يقل. يبقى معنى كده ان نقطة اتنين دي هي اللي هيبقى عندها ايه؟ هي اللي هيبقى عندها المينيمم بريشر، اللي ممكن لو انا مش واخده بالي يقل عن الفيبر بريشر فيبتدي يحصل الكافيتيشن. فيبقى ملخص الكلام اللي احنا قلناه ده، ان انا لما اقولك عندك بايب لاين وعايز تافويد ان يحصل فيه كافيتيشن، هتبص على البايب لاين نقطه نقطه؟ لا، انا مش محتاجه اعمل كده. امال انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه ابص على النقطه اللي عندها ماكسيمم بوتنشال، او النقطه اللي عندها ماكسيمم كاينتيك انرجي، لان هي دي النقطه اللي هيبقى عندها مينيمم بريشر. والله لو المينيمم بريشر ده كان اعلى من الفيبر بريشر، يبقى النقطه دي مش هيحصل فيها كافيتيشن، وبالتبعيه مش هيحصل كافيتيشن في اي نقطه تانية. يعني لو جينا في مساله زي دي بيقول لي ان انا هعمل ديستشارج للميه اللي جوه التانك ده بالسايفون ده. سايفون يعني بايب شكلها زي ما احنا شايفين كده. البايب دي كان الديامتر بتاعها 1 انش، هي كانت كونستانت ديامتر بايب، الديامتر بتاعها 1 انش، وكان بيقول لي ان الفيبر بريشر بتاع الووتر عند الاوبريتنج تمبتشر دي 23.8 مليمتر مركري. فهو كان طالب مني حاجتين، طلب مني ان انا احسب الهايت اتش ده بيساوي كام فور ماكسيمم فلو ريت. طيب ما هنا الدنيا بالنسبه لي كون ان يبقى في عندي حاجه ماكسيمم، يبقى ده معناه ان انا كان عندي حاجه مينيمم. طب لما يكون عندي ماكسيمم فلو ريت يعني ماكسيمم فيلوستي، يبقى معنى كده ان انا عندي مينيمم ايه على طول؟ ما انا الدايمنشنز دي مش في ايدي، دي ثابته. فلما يكون عندي ماكسيمم فلو ريت يعني ماكسيمم فيلوستي، يبقى على طول انا عندي ايه؟ عندي مينيمم بريشر. طب والمينيمم بريشر بالنسبه لي هو مين؟ هو الفيبر بريشر اللي هو مديهوني.
طب وهي انهي نقطة في السيستم دوت اللي هيبقى عندها البريشر مينيمم؟ حاجة من اتنين، يا اضيق نقطة في السيستم يا اعلى نقطة فيه. انا هنا ما عنديش نقطة اضيق من الباقيين، الديامتر كله ثابت، يبقى معنى كده ان انا خوفي ان يحصل كافيتيشن فين؟ في الماكسيمم بوتنشال، في نقطة اتنين دي، هي دي النقطة اللي انا اخاف ان يحصل عندها الكافيتيشن. اشمعنى؟ عشان دي اللي عندها الماكسيمم زد. طب هي الماكسيمم زد مقابلة لايه؟ لمينيمم بريشر. يبقى معنى كده ان انا لما اكون عايزة اجيب الماكسيمم فيلوستي، يبقى معنى كده ان انا عندي مينيمم بريشر. طب وهو انهي نقطة في السيستم ده اللي هيبقى عندها مينيمم بريشر؟ اعلى نقطة في السيستم. يبقى معنى كده ان انا عرفت ان بي 2 هو البي مينيمم، هو الفيبر بريشر، علشان اقدر احقق ان انا عندي ايه؟ ماكسيمم فوليومتريك فلو ريت. طيب انا عايز اجيب بقى الاتش دي بتساوي كام، وعايز اجيب الماكسيمم فلو ريت دوت بيساوي كام. طيب خليني اجيب الاتش دي الاول. هجيب الاتش دي ازاي؟ هابلاي برنلي ايكويشن بالنقطتين، اعرف اجيب عنهم كل حاجة ويكون ليهم علاقة بالاتش دي. فهقول ان انا هابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة اتنين ونقطة تلاتة اللي هي هنا عند اخر نقطة في البايب لاين ده. طيب لما اجي اعمل كده واجي ابلاي بقى برنولي ايكويشن، فبرنولي ايكويشن دي اكتبها بقى تاني لنفسي هنا. يبقى انا قلت ان انا عندي نقطة، سوري، يبقى انا قلت ان انا عندي نقطة اتنين هنا ونقطة تلاتة هنا، وهبتدي apply Bernoulli equation. خلي بالك هنا في المسألة لو انا جايبها لك في الامتحان هبقى اوضح من كده، هقول لك ignoring the friction losses او ignoring the viscous effect. فانا هنا ما عنديش losses في المسألة وما عنديش pump، فهترسي المسألة على ان شكل Bernoulli ايه؟ P2 plus Z2 plus V2 squared over 2G equals B3 over gamma plus Z3 plus V3 squared over 2G، وشلت الترمين بتوع البامبنج هيد والفريكشن لوسز. ابتدي اعوض بقى، في عندي حاجة بتساوي زيرو. انا ممكن اقول ان B3 زيرو جيج، وممكن اقول ان Z3 بتساوي زيرو، يبقى ده معناه ان Z2 بيساوي 3 plus H، وعلشان انا عندي constant diameter pipe فيبقى ده معناه ان V2 بيساوي V3، فهشيلهم مع بعض من الناحيتين. مش بقول ان هما بيساوي صفر، بقول ان هما بيساوي بعض فهشيلهم مع بعض من الناحيتين. نيجي لB2 على جاما، الترم ده هعوض عنه ازاي؟ هو قال لي ان الفيبر بريشر اللي هو دلوقتي احنا خلاص اتفقنا ان بي 2 هو هو المينيمم بريشر، هو هو الفيبر بريشر اللي مديهوني اللي كان 23.8 مليمتر مركري. طيب انا المسألة دي شغلها بريتش سيستم ولا اس اي؟ شغلها بريتش سيستم، انا عندي فوت وعندي انش. ولو سمحت للمرة العشرة والمليون، المسألة اللي تجيلك بالبريتش سيستم ما تحولش الجيفنز بتاعتها وتشتغلها اس اي، لو سمحت اشتغل المسألة بالجيفن يونتس. فانا هنا عندي المسألة الجيفن يونتس بتاعتها بريتش سيستم، فهشتغلها زي ما هي. طيب خلي بالك ان انا حطيت البي 3 بابسوليوت ولا بجيج؟ البي 3 انا حطيته بالجيج، يبقى ده معناه ان لازم احط البي 2 بالجيج برضو. طب هل الفيبر بريشر اللي انا مديهولك دوت قايله لك ان هو جيج بريشر؟ لا، ده ابسوليوت بريشر 23.8 مليمتر مركري جيج، مليمتر مركري ده ابسوليوت بريشر، يبقى لازم احوله لجيج. احوله لجيج ازاي؟ هو 23.8 مليمتر مركري اطرح منه 760، هو كده بقى مليمتر مركري جيج. انا عايزه احوله بقى لسه، فاقسمه على 760 كده بقى اتموسفير، هضربه في 14.7 كده بقى بي اس اي، هضربه في 144 كده بقى باوند فورس بير فوت سكويرد، هو ده اللي انا عايزاه. يبقى ده كل اللي انا بعمله ده عشان اعمل ايه؟ عشان اجيب البي 2 از جيج بريشر باليونتس اللي انا عايزاها اللي هي باوند فورس بير فوت سكويرد. اقسم بقى على جاما ووتر اللي هي 1.94 تايمز 32.2. طب فاضل لك ايه في الايكويشن دي ما انتش عارفه؟ فضل لي بس الاتش، هي الحاجه الوحيده اللي انا مش عارفاها وهحسبها. طب هتطلع الاتش بتاعت المساله دي كام؟ هتطلع الاتش دي 29.82 فوت. يبقى انا كده جبت الاتش
اللي تديني الماكسيمم فوليومتريك فلوريت. عرفت منين ان هو ده الماكسيمم فوليومتريك فلوريت؟ لانه كان مقابل للمينيمم بريشر. طب انا عايز اعرف بقى الماكسيمم فلوريت دوت بيساوي كام، فهعمل ايه؟ هقول ان الماكسيمم فلوريت ده علشان اجيبه ان الكيو ماكسيمم دي بتساوي الكروس سكشنال اريا بتاعه البايب لاين اللي هي باي على 4 في 1 على 12 سكوير. 1 على 12 دي ليه؟ عشان احول الديامتر من انش الفوت في الفي. طب انا لسه ما عرفتش الفي، طب هعمل ايه عشان اجيب الفي؟ هابلاي برنولي ايكويشن بين نقطه 1 ونقطه 3. هو انا ينفع في نفس المساله ابلاي برنولي ايكويشن اكتر من مره؟ ان شاء الله 4 مرات. ايه المشكله؟ في كل مره هبقى محتاجه اجيب حاجه هابلاي برنولي ايكويشن بين اسهل نقطتين بالنسبه لي. طب نقطه 1 ونقطه 3 هقول ان بي 1 اوفر جاما بلس زد 1 بلس في 1 سكويرد اوفر 2 جي ايكوالز بي 3 اوفر جاما بلس زد 3 بلس في 3 سكويرد اوفر 2 جي. ابتدي اشوف لو عندي حاجه بصفاره اشيلها. نقطه 1 البريشر بتاعها 0 جيج زيه زي نقطه 3 0 جيج. ممكن اقول ان زد 3 بتساوي 0، ويبقى ده معناه ان زد 1 هي الاتش هي ال 29.82. نقطه 1 نقطه جوه تانك فالفيلوسيتي بتاعتها بتساوي 0، فهتفضل لي ايكويشن واحده بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الفي 3 بتساوي السكوير روت بتاع 2 في الجي اللي هي 32.2 في الاتش اللي هي 29.82. هحسب الفيلوسيتي من هنا، هتطلع الفيلوسيتي دي 43.8 فوت بير سكند. خلاص وانس ان انا عرفت الفيلوسيتي هاخدها واعوض بيها هنا واطلع الماكسيمم فلوريت بالفوت كيوبد بير سكند. يبقى انا كده اشتغلت المساله وعرفت ان انا المساله دي لما يكون في عندي فيبر بريشر هحط الفيبر بريشر ده في انهي نقطه في المساله اللي عندها الماكسيمم هايت، هي اللي هيبقى عندها المينيمم بريشر. طيب هل الكافيتيشن ممكن بدل ما يحصل في بايب يحصل في بامب؟ اه طبعا ممكن. امتى يحصل في البامب؟ عند نقطه 2. نقطه 2 في البامب دي اسمها ايه؟ اسمها السكشن بوينت. ايه السكشن بوينت دي وايه اللي بيحصل عندها؟ دي اول نقطه بيدخل فيها الليكويد جوه البامب. بيحصل له ايه؟ بيبتدي يتحرك جوه البامب بسرعه عاليه جدا. اول نقطه هيدخلها جوه البامب هتحركه بسرعه كبيره، يبتدي بقى يلف بسرعه كبيره جدا جوه البامب. فعند نقطه 2 ايه اللي بيحصل؟ عند نقطه 2 دي اللي هي نقطه السكشن، اللي بيحصل ان الفيلوسيتي بتبتدي تزيد جدا جدا، فبالتالي ادام الفيلوسيتي زادت ايه اللي هيحصل؟ البريشر هيقل. فلو حصل كافيتيشن في البامب هيحصل فين؟ هيحصل عند السكشن بوينت اللي هي نقطه 2. هل دي حاجه انا عايزاها تحصل؟ لا خالص، انا مش عايزه ده يحصل خالص، لان ده ممكن يبوظ لي البامب دي خالص، ممكن يكسر البامب. فانا مش عايزه البريشر عند السكشن بوينت. خلي بالك النقطه دي اسمها السكشن بوينت، والبايب اللي قبل البامب اسمها السكشن لاين، واللي خارج من البامب اسمه الديليفري لاين او الديسيتشارج لاين. فانا بقول ان انا البايب الليكويد قصدي بيدخل جوه السكشن لاين لحد ما يجي عند السكشن بوينت اللي هي اول نقطه هيدخل فيها الليكويد جوه البامب، فيبتدي يتحرك بسرعه كبيره، فيبتدي البريشر بتاعه يقل. الخوف ان البريشر ده يقل لحد ما يبقى اقل من الفيبر بريشر، ولو ده حصل هيحصل كافيتيشن جوه البامب دي، وده اللي انا مش عايزاه يحصل. علشان ما يحصلش كافيتيشن جوه البامب عندي حاجه اسمها النت بوزيتيف سكشن هيد، نقدر نقول عليه ان هو الانرجي اللي عند الليكويد وهو داخل على البايب لاين اللي لازم تكون موجوده عنده علشان يقدر يوفر كم التغير الكبير في السرعه اللي هيحصل، وما يحصلش ان البريشر بتاعه يقل عن الفيبر بريشر. والنت بوزيتيف سكشن هيد دوت مين اللي بيقول لي عليه؟ الرجل اللي مصنع البامب، المانيفاكتشرر بتاع البامب، هو اللي بيقول لي البامب اللي انا مصنعها دي محتاجه نت بوزيتيف سكشن هيد بيساوي كذا. يعني ايه؟ يعني المانيفاكتشرر ده هو اللي بيقول لي ان الريكوايرد نت بوزيتيف سكشن هيد للبامب اللي انت بتشتريها دي، النت بوزيتيف سكشن هيد الريكوايرد المفروض يكون مثلا 20 فوت،
يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان انا في المسألة بتاعتي محتاجة ان يكون عندي net positive suction head available اكبر من او يساوي النت positive suction head required. طب هو النت positive suction head نفسه بيتحسب ازاي؟ بنيجي عند نقطة السكشن اللي هي نقطة اتنين دي، وبقول ان النت positive suction head بيساوي ايه؟ b suction على جاما plus v suction squared over 2g minus b vapor على جاما. فده القانون اللي انا بقدر احسب بيه النت positive suction head بتاع الليكويد اللي داخل على البايب لاين. خلي بالك ان انا عندي مشكلة ان البي ساكشن والفي ساكشن دول ايه؟ دول البريشر والفيلوستي جوه البامب، فانا ما عنديش طريقة احسبهم بيها، فهتلاقيني دايما بشيل الاتنين دول على بعض كده من المسألة وبعوض عنهم بايه؟ بنت بوستيف ساكشن هيد بلس بي فيبر على جاما. فما تجيش في المسألة وتدور على بي ساكشن لوحده بكام وفي ساكشن لوحده بكام، انا معرفش احسبهم كل واحد لوحده، دول حاجة جوه البامب هجيبها ازاي؟ بس اعرف اقول ان الاتنين دول على بعض بيساوي النت بوستيف ساكشن هيد بلس البي فيبر على جاما. طب الكلام ده بيجيلي في المسألة ازاي؟ بيقول ان انا في عندي سنتريفيجال بامب كانت محطوطة فوق لارج اوبن ووتر تانك، البامب دي كان الفلوريد بتاعها 0.5 فوت كيوبد بير سكند، المانيفاكتشرر بتاع البامب قال لي ان هي محتاجة نت بوستيف ساكشن هيد 15 فوت، يعني الليكويد وهو داخل على البامب يكون عنده نت بوستيف ساكشن هيد 15 فوت او اعلى. قال لي ان الووتر دي شغالة عند تمتشر 80 فارنهايت، فبالتالي الفيبر بريشر بتاعها عند الاوبريتنج تمتشر دي هو 0.5069 PSI. عايز اجيب الماكسيمم هايت زد اللي انا اقدر احط عنده البامب. اذا كان الفريكشن لوسز اللي حاصله ما بين البامب والتانك كي في سكويرد على 2 جي، والكي دي بتساوي 20، والديامتر بتاع السكشن لاين كان 4 فوت، فانا هعمل ايه؟ هي نفس المسألة اللي احنا بنتكلم عنها هنا دي، ان انا حاطه بامب فوق بايب فوق لارج ووتر اوبن تانك، وعايز اعرف الزد دي الماكسيمم بتاعها تكون كام. زد دي عايزاها ماكسيمم. طب زد عايزاها ماكسيمم يبقى معناها ايه؟ ان انا عندي المينيمم، معنى ادام عندي حاجة ماكسيمم يبقى عندي حاجة مينيمم. فلو انا عندي زد ماكسيمم يبقى انا عندي ايه؟ النت بوستيف ساكشن هيد الافيلابل هو المينيمم. طب والمينيمم بتاع النت بوستيف ساكشن هيد اللي هو يكون ايه؟ اللي هو يكون بالظبط قد ما الراجل قال لي عليه، يعني هو بيقول لي ان الريكوايرد 15 فوت، المفروض الافيلابل يكون اعلى من او يساوي 15، يعني انا المينيمم نت بوستيف ساكشن هيد اللي انا هشتغل عليه كام؟ هو ال 15 فوت. طب ليه هشتغل على المينيمم؟ عشان انا عايزه زد تكون ماكسيمم، فعندك حاجه ماكسيمم يبقى قصادها حاجه مينيمم على طول، فالماكسيمم زد قصاده المينيمم نت بوستيف ساكشن هيد، والمينيمم نت بوستيف ساكشن هيد ده هو مين؟ اللي المانيفاكتشرر بيقول لي عليه. طب انا عايزه اجيب زد دي بتساوي كام؟ ما حلتيش من الدنيا غير برنولي ايكويشن، فهابلاي برنولي ايكويشن بين انهي نقطتين؟ نقطه واحد ونقطه السكشن على طول، ادام الموضوع ليه علاقه بالنت بوستيف ساكشن هيد، فانت كده خلاص عرفت ان لازم هتابلاي برنولي ايكويشن بين نقطه السكشن ونقطه قبلها او نقطه بعدها. طيب نيجي نابلاي برنولي ايكويشن بين نقطه واحد ونقطه السكشن، فهقول ان بي واحد على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على 2 جي بلس اتش بي equals P2 على جاما اللي هي السكشن بوينت، يعني ممكن اخليها B سكشن بلس V سكشن سكويرد على 2 جي بلس Z سكشن بلس HF في السكشن لاين. طب نبتدي نشوف كده، لو عندي حاجة بزيرو نشيلها. مبدئيا كده نقطة واحد البريشر عندها زيرو جيج، السرعة عندها زيرو لانها نقطة جوة تانك، ممكن احط الزد عندها بزيرو ويبقى الزد سكشن هي الزد اللي انا بدور عليها. طب هل البامبنج هيد هنا ليها فاليو ولا ملهاش؟ لا ملهاش، البامبنج هيد لسه بزيرو. ليه؟ انا يدوبك لسه بحط رجلي جوه البامب، انا لسه ما خدتش منها حاجه. طب امتى البامبنج هيد بيبقى ليها فاليو؟ لو انت هتابلاي برنولي ايكويشن بالنقطه واحد اللي قبل البامب ونقطه تانية هنا اسمها نقطه 3 اللي بعد البامب، بعد ما اخرج من البامب،
انما لما ابلاي بيرنولي بالنقطة واحد ونقطة السكشن انا لسه ما خدتش حاجة من البامب، فالبامبنج هيد بالنسبة لي لسه بيساوي صفر. يبقى ده معناه ان زيرو بيساوي الناحية التانية. بقى تعالى معايا على بي سكشن على جاما بلس في سكشن سكويرد على 2 جي. لسه كنا قايلين من شوية ايه، ان انا ما بعرفش اجيب كل واحد منهم لوحده، امال بعرف اعمل ايه؟ بعرف اشيل الاتنين مع بعض واحط مكانهم نيت بوزيتيف سكشن هيد بلس بي فيبر على جاما. هو ده اللي انا هعمله هنا، هشيل الاتنين دول مع بعض واحط مكانهم النيت بوزيتيف سكشن هيد المينيمم. ليه مينيمم؟ علشان حط جنبه زد الماكسيمم بلس اتش اف في السكشن لاين. سوري انا نزيد ازود هنا بي فيبر على جاما، معلش نمسح ده كده ونزود بي فيبر على جاما. يبقى انا هنا حطيت نيت بوزيتيف سكشن هيد المينيمم بلس بي فيبر على جاما بلس زد ماكسيمم بلس اتش اف في السكشن لاين. طيب نبتدي نعوض بقى كده. لو انا عايزه احط المينيمم نيت بوزيتيف سكشن هيد فانا هحط اللي المانيفاكتشر قال لي عليه. طيب لو انا عايزه احط بي فيبر على جاما، هو قال لي ان الفي فيبر عند الاوبريتنج تمبرتشر 0.5069 بس ده بي اس اي ابسولوت، هطرح منه 14.7 بقى بي اس اي جيج، هضربه في 144 بقى باوند فورس بير سكوير فوت، وبعدين اقسمه على جاما ووتر اللي هي 1.94 تايم 32.2. زد ماكسيمم دي هي اصلا الريكوايرد. طب والاتش في السكشن لاين، الفريكشن لوسز في السكشن لاين بتساوي ايه؟ كي في سكويرد على 2 جي. طب وهي الكي بتساوي كام؟ 20 في في سكويرد على 2 جي. هو انا عندي الفيلوستي، هي ما عنديش جاهزة بس انا اقدر احسبها. ليه؟ لان هو قال ان الفوليومتريك فلوريت 0.5 فوت كيوبد، وقال لي ان الديامتر 4 انش، فعلى طول اقدر من هنا اعمل ايه؟ اقدر من هنا احسب الفيلوستي. هقول ان هي بتساوي الفوليومتريك فلوريت اللي هو 0.5 على الكروس سيكشنال اريا اللي هي باي على 4 في 4 على 12 سكوير، فهتطلع لي الفيلوستي اللي انا شغاله بيها دي بتساوي 5.73 فوت بير سكند. فهاخدها واعوض بيها هنا، يبقى انا عندي هنا 20 تايمز 5.73 سكويرد ديفايدد باي 2 تايمز 32.2. يبقى انا كده عوضت عن كل حاجه في الايكويشن، ويبقى الانون الوحيد اللي فاضل لي هو مين؟ هو الزد ماكسيمم. طب لما اجي اعوض بقى في الايكويشن دي واجيب الزد ماكسيمم هلاقيها بتساوي كام؟ الزد ماكسيمم دي هلاقيها بتساوي 7.52 فوت. يبقى ده كده هو الماكسيمم هايت اللي انا اقدر احط عليه البامب. المفروض بقى لو انت ناصح تشتغل المصنع بتاعك ازاي، تحط الزد عند ارتفاع اقل من ده شوية. ليه؟ علشان لما تكون الزد ده اقل النت بوزيتيف سكشن هيد الافيلابل يعلى عن الريكوايرد، فتفضل انت في السيف سايد وما يحصلش عندك كافيتيشن. انما خلي بالك ان انت لو حطيت الزد دي عند الماكسيمم هايت يبقى انت كده شغال على المينيمم نت بوزيتيف سكشن هيد، اللي لو اي حاجة حصلت وقللته هيحصل عندك كافيتيشن. فيبقى انا هنا حسبت الماكسيمم هايت بتاع البامب. لو انا هشتغل دايما عند هايتس اقل منه عشان افضل دايما في السيف سايد. طيب هتلاقي في اخر سؤال في المساله بيقول لك ايه، لو انت عايز تحط فالف على الباب لاين ده تحطه قبل البامب ولا تحطه بعد البامب وليه؟ لو انا عايز احط باب لاين في المساله دي لازم احطه بعد البامب. ليه احطه بعد البامب؟ تخيل معايا كده لو انا جيت وحطيته قبل البامب ايه اللي يحصل؟ الفالف بيزود لي اللوسز. طب لو انا زودت اللوسز دي وانا حاطه الزد عند الماكسيمم يحصل ايه على طول للنت بوزيتيف سكشن هيد؟ يقل عن المينيمم اللي انت تقدر تشتغل عليه، فتلاقي نفسك برضو حصل لك كافيتيشن، مش عشان انت زودت الزد عن الماكسيمم، لا عشان انت زودت الفريكشن لوسز. يبقى معنى كده ان دايما لو انا عندي اي فيتنج ده يعني حاجه هتتركب على البايب لاين، نقول مثلا ان هو فالف، لو عندي اي فالف هيتركب على البايب لاين الاحسن ان انت تحطه بعد البامب. ليه؟ عشان هو لو اتحط قبل البامب هو طبيعي هيزود لك اللوسز، فانا اخاف ان انا احطه قبل البامب فيزود اللوسز فيقلل النت بوزيتيف سكشن هيد عن المطلوب فيبتدي يحصل الكافيتيشن. يبقى ده كده كان كل اللي احنا عايزين نقوله عن الكافيتيشن.
ان انا مش عايزاه يحصل، مش عايزة الليكويد يتحول لفيبر، مش عايزة الاوبريتنج بريشر يقل عن الفيبر بريشر باي حال من الاحوال، سواء كان في بايب لاين او في بامب. لو هو في بايب لاين، ايه هما النقطتين اللي انا هعمل عليهم تشيك ان لو ما حصلش عندهم كافيتيشن يبقى مش هيحصل في اي حتة تانية؟ اضيق كروس سكشنال اريا، اقل كروس سكشنال اريا، واعلى بوتنشال. لو ما حصلش كافيتيشن في النقطتين دول مش هيحصل في اي مكان تاني. بالنسبة للبامب برضو مش عايزة يحصل فيها كافيتيشن، فعايزة دايما النت بوستيف ساكشن هيد الافيلابل بالنسبة للبامب يكون اعلى من الريكوايرد. اعلى من الريكوايرد، الريكوايرد ده اللي مين اللي بيقولي عليه؟ المانيفاكتشرر هو اللي بيقولي عليه. فانا ده محتاجة ان انا حافظ عليه دايما بحيث ان ما يحصل ليش كافيتيشن ولا في البامب ولا في البايبلاين. كده نبقى احنا خلصنا اخر حاجة محتاجين ان احنا نقولها على برنولي ايكويشن بعد ما كنا خلصنا كل الموديفيكيشنز بتاعتها. ويبقى معنى كده ان احنا نبتدي من المرة الجاية ان شاء الله باذن الله ندخل في جزء جديد هو الفلو ميجرمنت، اللي هو ازاي اقيس الفوليومتريك فلوريت بتاع الليكويد او الجاز وهو بيتحرك جوه البايبلاين ده. شكرا لكم.